بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل تختلف السور في الفضل في القرآن؟ مثلا سورة البقرة لها فضل وسورة النساء وهكذا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم، السور تتفاضل والآيات تتفاضل أيضا، فالقرآن بعضه أفضل من بعض بحسب ما يتضمنه من المعاني العظيمة. فسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي فيها فضل عظيم لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك آية الكرسي فهي أفضل الآيات لما تتضمنه من وصف الله بصفات الكمال وتنزيهه عن النقائص والعيوب. قال صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: أتدري، لأبي بن كعب، قال: أتدري أي آية معك من كتاب الله أفضل؟ فقال أبي: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم تتبع الشخص للرخص في أخذ الأحكام الفقهية والأخذ بها؟ لا يجوز تتبع الرخص من غير حاجة. قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق. إنما إلى الرخص الشرعية، ما هي الرخص أقوال العلماء، ما هي برخص، الرخص التي رخص الله بها، مثل الجمع بين الصلاتين للمطر، الجمع في السفر، قصر الصلاة، الإفطار في رمضان للمسافر، هذه الرخص الشرعية، ما هو رخص أقوال العلماء تسميها رخص، ما هي برخص هذه. نعم، صلى الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل الحركة المستمرة للإنسان وهو يصلي الصلاة منافية للخشوع؟ نعم، إذا كانت كثيرة فهي إن تنافي الخشوع، أما إذا كانت للحاجة فلا بأس بذلك، الإنسان يتحرك للحاجة، أما من غير حاجة فإنه يسكن أمام ربه عز وجل، لأن هذا يدل على الخشوع وحضور القلب. نعم. بالنسبة للحاج أو المعتمر، هل يجوز له أن يسعى ماشيا في بعض الأشواط وراكبا في بعضها الآخر إذا كان يتعب من السير؟ نعم، لا بأس بذلك، قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الطواف بالبيت، لم كان يطوف ماشيا، فلما كثر عليه الناس ركب صلى الله عليه وسلم. الركوب للحاجة لا بأس به، والمشي أفضل. نعم. يا شيخ، ما حكم التمسك بالكعبة المشرفة ومسح الخدود عليها ومسحها بالكفوف ثم وضعها على صدر الحاج أو المعتمر؟ هذا فعل الجهال، لا يجوز هذا. الكعبة إنما تستقبل في الصلاة ويطاف بها، وأما أنها يتعلق بها أو بالباب أو هذا من فعل الجهال، ولا يجوز هذا. لا يتبرك بالكعبة ولا يمسح منها إلا الركن اليماني والحجر الأسود. الحجر الأسود يستلم ويقبل مع الإمكان، والركن اليماني يمسح، لأن هذين الركنين على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. بالنسبة لحجز المصلي مكانا له في المسجد، ما حكمه شيخ؟ إذا كان خرج لحاجة، يتوضأ ويرجع سريعا، أو ليأكل أو يشرب في بيت ثم يرجع، لا بأس بذلك. وأما أنه يحجزه يذهب ينام أو يذهب إلى دكانه وبيعه وشرائه، فلا يجوز له هذا، لا يجوز، حرام عليه. نعم. بعض يا شيخ الكبار السن
المحسن يكون يعني مكانه معروف، خصوصا الشيخ صالح في رمضان، فيعني حاط سجادة حتى يعود إليها. إذا كان يأتي إليها ولا يتأخر فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ما إذا كان يحجزها ومتما جاء يصلي فيها ويمنع الناس لا. نعم. جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، ما حكم الأذان لغير القبلة؟ لا بأس بذلك، لكن يستحب أن يكون إلى القبلة، لأنه هو الذي وردت به السنة، ولأنه عبادة، والأفضل في كل عبادة أن يستقبل بها القبلة. نعم. الائتمام بالمسبوق ما حكمه يا شيخ؟ لا يجوز، لا، لأن المسبوق مأموم، والمأموم لا يكون إماما إلا باستخلاف الإمام له، لا يجوز الائتمام بالمسبوق. نعم. دخل شخص المسجد يوم الجمعة أثناء خطبة الجمعة فجلس ثم قام بين الخطبتين وصلى ركعتين، فما حكم الفعل؟ هذا خلاف السنة، السنة أنه يصلي الركعتين مباشرة، إذا دخل المسجد يصلي الركعتين ثم يجلس يستمع الخطبة. دخل رجل صلى الله عليه وسلم، قالوا له سليك الغطفاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم خروج المطلقة طلاقا رجعيا من بيت زوجها؟ لا بأس بذلك مع التستر، تخرج كغيرها من النساء، إنما المتوفى عنها هي التي تبقى في البيت ولا تخرج إلا لحاجة، وأما المطلقة في الحياة يجوز لها أن تخرج، لكن مع الستر تتستر كغير المطلقة. نعم. حكم عمرة من لم يأخذ من شعره جاهلا أو ناسيا حتى وصل مدينته؟ لا بأس، إذا تنبه يعيد ملابس الإحرام عليه حتى ولو في بلده أو في أي مكان، ويحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه. نعم. هذا يسأل عن صحة حديث الشيخ: إن الله خلق آدم على صورته. نعم، في رواية على صورة الرحمن، يعني وليس صورة آدم يعني تشبه صورة الرحمن من كل وجه، ولكنه على صورته بمعنى أنه سميع بصير، له مثلا صفات ذاتية وله صفات معنوية، هذا معناه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل سوداني مقيم بالرياض يقول: من سب الله والعياذ بالله أو الرسول في حالة غضب ثم تاب توبة نصوحا لفضيلة الشيخ، هل يقبل منه؟ نعم، إذا سب الله رسوله في حالة غضب غير شديد، الذي يغضب غضبا شديدا ولا يتصور ما يقول، هذا لا يؤاخذ، لكن إذا كان معه شعوره سب الله أو رسوله فقد كفر، فإذا تاب تاب الله عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما الذي ترجحونه حفظكم الله حول مسألة وجوب طواف الوداع على المعتمر؟ لا طواف وداع على المعتمر، لأن هذا لم يرد به حديث، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المعتمر بالوداع، إنما أمر الحجاج، لكن إذا طاف من باب الكمال لا بأس. نعم. المرأة إذا ورثت مالا عن أبيها من جهة القاضي، فهل يجوز لها التصرف فيه بدون إذن زوجها وفي أي حدود؟ نعم، مال المرأة تتصرف فيه ولو لم يأذن زوجها، لأنه ملكها، تتصرف في مالها، لكن من المستحسن أن تشاور زوجها في ذلك، وأن حتى لا يحصل بينهما سوء تفاهم. نعم. فضيلة الشيخ، أم خلود تقول: هل هناك دعاء أكرره وأذكره عند الولادة؟ لا أعلم شيئا خاصا، دعاء خاصا بالولادة، لكن دعاء الله على سبيل العموم، إذا ولا سيما إذا مسها الوجع أو الضرر، تدعو الله أن يفرج لها، أن يشفيها، أن يعينها، لا بأس بذلك. نعم. هل هناك دعاء يا شيخ يردد بعد إقامة الصلاة وقول أقامها الله وأدامها؟ ليس هذا بمشروع، أقامها الله وأدامها لا تشرع، ولكن يدعو الله قبل الدخول في الفريضة لا بأس به. في الحديث: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، يدعو الله عز وجل إلى أن يكبر تكبيرة الإحرام. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: كنت أصلي جميع الصلوات بالمسجد، والآن أصليها بالمنزل بسبب مرضي الشديد، فهل ينقص أجري مع حرصي أنا على الجماعة في المسجد عندما كنت صحيحا؟ نعم، إذا كان تأخرك عن المسجد لعذر، ولو لم يكن عندك هذا العذر لا ذهبت إلى المسجد، فلك الأجر في ذلك بموجب نيتك الطيبة. نعم. السائلة أم خلود: هل لمس عورة الطفل تنقض الوضوء؟ إذا كان مباشرة من غير حائل ينتقض الوضوء، مس الفرجين قبل والدبر مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء،
أما إذا كان من وراء حائل كان يكون على يديها لفايف أو ما يلبس على اليدين من القفازين ونحوهما من وراء حائل فهذا لا ينقض الوضوء. نعم. السائل أبو عبد الله يقول في الآية وقوموا لله قانتين، مراد ترك الكلام، المراد بقانتين هنا القنوت ترك الكلام، لأنهم كانوا في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، كلم الرجل من في جانبه، حتى نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني تاركين للكلام. نعم. إدراك الجماعة في التشهد الأخير هل يكتب للشخص أجر الجماعة؟ لا، يكتب له الأجر على متابعته، ولكن أجر الجماعة لابد أن يدرك ركعة كاملة مع الإمام. نعم. يقول يا شيخ هل يجوز أن نصلي الفريضة جماعة بعد انقضاء وقتها ودخول الفريضة التي بعدها؟ إذا ترك الصلاة أو نام عنها أو نسيها فإنه يصليها قبل الفريضة التي بعدها لأجل الترتيب بين الصلوات، إلا إذا ضاق الوقت يعني ما يتمكن من صلاة الفائتة لأنه حضرت الصلاة الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة ويقضي الفائتة بعدها. يا شيخ حفظكم الله، يسأل هذا السائل عن وضع الميت في القبر كيف يكون وما حكم الكتابة على القبر، وذلك لقصد معرفته. وضع الميت في القبر يوضع على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، يكون إلى القبلة بجسمه ووجهه، يوضع على جنبه الأيمن متوجها إلى القبلة، هذه هي السنة في توجيه الميت في القبر. نعم. هذا السائل يقول يا شيخ هل يحسب نصاب الزكاة على الأموال فقط أم على الأموال والذهب والعقارات والسيارات؟ كل الأموال التي النقود أو عروض التجارة أو ما المواشي بهيمة الأنعام كلها تزكى إذا مضى عليها الحول وهي تراد للتجارة. نعم. يقول يا شيخ هذا السائل تزوج ابني وأهديته شقة فهل أكون ظلمت البنات؟ عندي 7 بنات. لا يجوز أن تخصص بعض أولادك بالهبة دون الآخرين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه بشير ابن سعد يشهده على عطية أعطاها لابنه النعمان رضي الله عنهما، فقالت امرأته لا بد أن تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى الرسول يشهده على عطيته فقال أكل ولد أعطيته مثل هذا؟ قال لا، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نعم. يقول السائل شيخ انتشرت في الآونة الأخيرة عبارات ما شاء الله اذكر الله على مؤخرات السيارات، فهل هذا جائز؟ هذا غير، إن كان يعتقد أن هذا حرز وأنه يمنع العين عنها فلا يجوز هذا، لأن هذه حروز كالحروز التي تعلق اتقى بها العين، وهذا لا يجوز. وكذلك امتهان الآيات وامتهان ذكر الله على السيارات أو على غيرها هذا أمر لا يجوز، يكفي النية، يكفي أن يتوكل على الله وأن يدعو الله بحفظ ماله وسيارته، وأما الكتابة هذه لا تجوز، مكروهة. نعم. فضيلة الشيخ من لم يأخذ بالرخص في السفر إذا كان السفر طويل في ظل وجود السيارات والطائرات اليوم أفيدونا بذلك؟ هذا مخالف للسنة، إن الله يحب أن تؤتى رخص، هذا مخالف للسنة، يستعمل الرخص التي رخص الله بها من الجمع بين الصلاتين والقصر والإفطار في رمضان، يأخذ بالرخص ولا يضيق على نفسه، والنصوص عامة ما حددت وسيلة النقل بل أطلقت في ذلك في كل زمان ومكان بحسبه. نعم. فضيلة الشيخ هذا يسأل ويقول ما وجه الكراهة في دخول المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا، وما الفرق في نظر الإسلام بين الرائحة الثوم والبصل؟ يكره أنه يدخل المسجد ويضايق المصلين، لأن المصلين يتأذون والملائكة التي في المسجد تتأذى، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا وليقعد في بيته، دفعا للأذى عن المصلين وعن الملائكة وعن بيوت الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، الشيء الذي أعرفه بأنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج بأنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح؟ نعم هذا صحيح، من مات وعليه صوم، في رواية من مات وعليه صوم صام عنه وليه، ولأن امرأة جاءت
إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء إليه رجل أخبره أن أباه كان عليه صوم، فقال لو كان عليه دين كنت قاضيه؟ قال نعم. قال اقضوا الله، الله حق بالقضاء. لابد من يعني من فهم هذا، وأن الميت إذا مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه. نعم. هل يجب قضاء الصوم إذا المرأة أتتها الدورة الشهرية بعد صلاة المغرب أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟ بعد صلاة المغرب لا، إذا لم يخرج منها شيء قبل الصلاة قبل غروب الشمس. نعم. لم يخرج منها شيء قبل غروب الشمس فإنها لا تقضي هذا اليوم لأنها صامته. نعم. والثانية أو قبل الصلاة بعد الإفطار؟ بعد الإفطار لا، ليس عليها قضاء. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. نختم هذا اللقاء بسؤال أبو محمد يقول أريد أن أسافر مع ولدي إلى المدينة النبوية، فهل يلزمني أنا وابني السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما؟ ليس بلازم، ولكنه أفضل وأكمل. وأنت حضرت في مسجد الرسول، قدمت من سفر وحضرت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الجفاء أن تترك السلام عليه وعلى صاحبيه. نعم. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. شكرا لحضراتكم أنتم أيها السادة على تفضلكم بمتابعة هذه الحلقات وهذه الفتاوى القيمة. أشكر زملائي في فريق العمل، كما أشكر زميلي عبد الله المواش من الإذاعة الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.